عندي نص الناس اتصلوا بيا وقالوا لي حماده هلال الدور فظيعه، ويا ناديه مصر كلها في الشارع بتقول لي يا ناديه. فئه معينه من الناس بتوع الميديا وناس معينه بتتصل بيا تقول لي انت ازاي عملتي خديجه في مسلسل زيبق مع كريم عبد العزيز. فنص تليفوناتي جات لي على حماده هلال على الدور ده، ونص الناس كلموني على الدور ده. بس الاكيد اللي الناس اتفرجت هنا مش هي هي نفس الناس اللي اتفرجت هنا. فانا مبسوطه جدا لانه اول سنه في رمضان، بقالي كذا سنه يجي لي دور بالمساحه دي وبالتمثيل ده، انه ينزل للناس في رمضان ويبقى رقم واحد ويعمل اعلى مشاهده على الانترنت. فدي حاجه بسطاني ما كنتش متخيله بصراحه كده. انا مبسوطه، احنا عندنا منافسين كتير جدا، والسنه دي اكتر سنه يبقى فيها مسلسلات كتير، يعني سقه وكلبش ونهار عليا طاقه نور والحرباء، في مسلسلات وكفر دلهاب وعادل امام، مليون مسلسل شكله حلو ومعمول بطريقه حلوه والناس متفقه ان ده مسلسل حلو. فكون ان ده بقى يعدي ويبقى رقم واحد، ايه ده، انا مبسوطه جدا فالحمد لله. وده عشان حسيت ان في المسلسل ده احنا نيتنا صافيه قوي واحنا بنعمله. احنا مش فارق معانا احنا نبقى رقم واحد ولا رقم اتنين ولا رقم تلاته، كلنا داخلين اللوكيشن ده عشان يعمل حاجه هو بيحبها ومؤمن بيها. المؤلف كاتب قصه حلوه جدا استاذ احمد ابو زيد، المخرج عامل شغل لطيف استاذ محمد مصطفى، ولما اي حد بيشتغل معايا بيحس انه مستريح جدا وهو في الشغل. فانا مبسوطه جدا بالمسلسل بتاعنا.